وفي أول رد فعل رسمي على الحادث، أعلن وزير الخارجية عبد الله الصايدي عن إدانة حكومة وشعب اليمن لما وصفه بالحادث الإرهابي الشنيع الذي استهدف منزل السفير الإيراني بصنعاء اليوم. وقال الصايدي في اتصال هاتفي أجراه مع سفير إيران بصنعاء سيد حسين نام للاطمئنان على صحته وسلامة جميع العاملين في السفارة، قال إن هذا العمل الإرهابي يعد استهدافا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشددا في ذات الوقت على ضرورة العمل معا لمكافحة ظاهرة الإرهاب الداخلية أو الدخيلة على المجتمع اليمني والتي تتعارض مع قيم الإسلام الحنيف.